عقد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر اجتماعا مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بالديوان الأميري صباح اليوم، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لدولة قطر الشقيقة. وتم خلال الاجتماع استعراض شامل للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل تنميتها وتطويرها. عقد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر اجتماعا مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بالديوان الأميري صباح اليوم، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو لدولة قطر الشقيقة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض شامل للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل تنميتها وتطويرها بالشكل الذي يدفع بمجالات التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب تحقق تطلعات البلدين في هذا الجانب. وخلال اللقاء نقل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحيات صاحب الجلالة الملك المفدى إلى أخيه أمير دولة قطر الشقيقة، وتمنيات جلالته للدولة الشقيقة المزيد من التطور والنماء، فيما رحب صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة بصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، مؤكداً على أهمية الزيارة التي يقوم بها سموه وبدورها في استكمال أوجه الدعم الذي يقدمه سموه لتقوية وتوثيق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين. وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في هذا الجانب أن زيارة سموه لدولة قطر الشقيقة تجسد المستوى العميق للعلاقات التاريخية المتجذرة بين بلدينا، وتدعم التعاون الأخوي المتين الذي يربط بين البلدين الشقيقين، كما أنها تعزز انسجام المواقف والحرص على زيادة التنسيق في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، إضافة إلى ما تحمله من تأكيد على السعي المتبادل لتعزيز التشاور وزيادة التنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. واتفق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو أمير دولة قطر على أهمية الإسراع بخطى التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدين سموهما بأن المجال مفتوح أمام دخول مجالات جديدة إلى منظومة التعاون الثنائي بين البلدين في ظل الأفق الرحبة التي تتيحه علاقاتهما المتميزة لتحقيق أفضل النتائج على صعيد هذا التعاون. وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الشكر والتقدير لأخيه أمير دولة قطر الشقيقة على ما وجده سموه والوفد المرافق من حفاوة استقبال وكرم ضيافة يعكس طبيعة العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين. واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وأخوه أمير دولة قطر جملة من الموضوعات ذات الصلة بالتطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة ترقية وتطوير أساليب التعاون والتنسيق لتكون بالمستوى المتطور الذي يجعل دول المجلس أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية بشقيها الأمني والاقتصادي. وأكد سموه بأن الحاجة لمزيد من التكامل على كافة المستويات باتت اليوم ضرورة أكثر من أي وقت مضى، وأن مملكة البحرين تدرك ذلك وتحرص على إرساء تعاون نموذجي يؤدي إلى الأفضل على الصعيد الثنائي أو الدولي، بما يحقق الأفضل لدول المنطقة وشعوبها. Thank you.
وتكريما لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، أقام أمير دولة قطر الشقيقة مأدبة غداء كبرى حضرها سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير قطر، ومعالي رئيس الوزراء القطري وكبار المسؤولين بالدولة الشقيقة. هذا وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر قد وصل بحفظ الله ورعايته إلى دولة قطر الشقيقة، وكان في مقدمة مستقبلي صاحب السمو بمطار حمد الدولي مع الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة وعدد من كبار المسؤولين بالدولة الشقيقة. وقد جرت لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مراسم استقبال رسمية. We'll be right back.
وتفقد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرس الشرف الذي اصطف لتحية سموه. وقد أدلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لدى وصوله دولة قطر الشقيقة بالتصريح التالي: يسعدنا أن نقوم بهذه الزيارة الرسمية إلى دولة قطر الشقيقة تلبية لدعوة من أخينا صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، ونلتقي فيها بأخينا صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وهو ما يبعث على الاعتزاز لما يربط بين بلدينا من أواصر محبة وروابط تقوم على أسس ومقومات مشتركة تاريخية واجتماعية وجغرافية، وتسندها الروابط الخليجية والعربية والإسلامية. ونحن نقوم بهذه الزيارة الرسمية فإننا نراها فرصة للاطلاع على مظاهر النهضة التنموية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر الشقيقة، والتي بدأت في عهد صاحب السمو الأمير الأب خليفة بن حمد الثاني طيب الله ثراه، وواصل المسيرة من بعده صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي جعل دولة قطر محط أنظار واهتمام عالمي، واستمر التطور والبناء فيها بعهد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة، حيث أصبحت دولة قطر رمزاً من رموز التطور والتنمية في دول مجلس التعاون والمنطقة. إننا نرى أن التواصل المباشر بين القادة والمسؤولين في دول مجلس التعاون الشقيقة قد أصبح ضرورة حتمية بعد أن باتت المنطقة محاطة بالتحديات الخطيرة سياسياً واقتصادياً وأمنياً، فمثل هذا التواصل يعزز الموقف المشترك ويوحد الرؤى في مجابهة هذه التحديات بشكل أكثر فعالية، فما أحوجنا اليوم لتكثيف اللقاءات وزيادة التنسيق بيننا للحفاظ على أمن واستقرار وتطور هذه المنطقة الحيوية من العالم، والاتفاق على رؤى وتوجهات مشتركة تضمن ديمومة التنمية وتعزز التكامل الثنائي والجماعي على الصعيدين الخليجي والعربي. ونحن في دول مجلس التعاون لدينا القاعدة الراسخة للعمل الخليجي المشترك اقتصادياً وأمنياً وتنموياً، وهو ما يساعد على توحيد الجهود للتعامل مع المستجدات والتطورات الإقليمية والعالمية وتطويعها والموارد المتاحة لدينا قدر الإمكان من أجل خدمة التنمية الخليجية وتحقيق الرخاء وتكريس الاستقرار لدول المجلس وشعوبها.